المتعارف عليه أن يوم الجمعة والسبت يومي عطلة نهاية الأسبوع للتلاميذ، ولكل برنامجه خلال اليومين. يبي الجمعة يا أروح ندير أسبوع، أما ذاتك أروح نصلي الجمعة، أما ذاتك أروح للدار نخرج العشية، وبالسبت هي أروح نلعب بالو، أما ذاتك نجي أروح نراجع دروسي، أما ذاتك بالحد أروح نقرأ. غير أن تلاميذ متوسطة بايا ناشيا المتواجدة غرب العاصمة بولاد منديل حرموا من جزء من عطلتهم من أول يوم دراسي وإلى تاريخ 11 نوفمبر، وهؤلاء يدرسون بالسبت أي في يوم عطلة. السبت الاخرين ما كاع ما يلقاوش بالسبت غير احنا، دائما من السبت للخميس عندنا راحه غير بالجمعه. السبت ما فهمتش علاش داروا قانون القرايه بالسبت، لان المؤسسات كاع الاخرين يقراو ما يقراوش بالسبت غير حنايا. السبت نقراو الصباح، نخرجوا على الوحده. والحد نقراو حشيه، نقراو شويه، ونهار الاثنين نقراو صباح، نخرجوا على 12 على الوحده. ثلاثه نقراو حشيه، المهم هاو جدول التوقيت. مهم احنا يكون هذا السبت نحونا يديروها لنا بالحد وخلاص. اكتظاظ تاع المعيدين اللي بها داروا لنا نهار السبت، كاين بزاف اكتظاظ في المؤسسه. هما داروا لنا ما نقراوش صباح وعشيه، نقراو يا صباح يا عشيه، ففيك نقراو بس. انا يا ما نريحوش كاع بالجمعه، الجمعه قصيره، ما بيت نروحوا نقولوا نقراو القران راح الحال، ما قدوش كاع نحفظها. احنا في القسم 50 تلميذ. أولياء هؤلاء التلاميذ تذمروا من هذه الوضعية التي تنعكس سلبا على مردود أبنائهم. كلاس مكياج سما يقراو يدارو لهم بالسبت، كاين شغل غاشي بزاف هنا في بلاد منديل كي معايا، لازم لنا سيام واحد آخر صافي يدير يقراوهم بالسبت، وحنا بالسبت ما يساعدناش. كاين ناس دوكا حنا عندنا ايكو تاع فوتبال يلعبوا البالو، كاين كيفاه ما ليكو، كاين بزاف صوالح. سما السبت ما يكفيهمش بالجمعة، واحد على الجمعة ما تكفيش. بالسبت جيت بيرتو حتى ما يقراوش، ولا هنايا راهم يقراو عندهم الراحة غير بالجمعة برك، هذا ما كاين. ما كاينش هذا دروك كيما هذا نقولوا مثال غير بالجمعة برك، ما عندهاش الوقت كيفاه تريح ولا تقرا ولا كيفاه. السبت رجعونا السبت، علاه ترجعونا السبت؟ طول عنده يومين يريح، راني خايفين راح يرجعونا الجمعة. ما دام قراو السبت راح يرجعونا الجمعة. ما دام الرئيس عليه سرع بهذه السبت، إلا سرع الجميع. مشي غير ولاد منديل، ولاد منديل ديروا حل، مشي الحل كي راح ديروا لنا السبت تكرهوا لنا الدراري صغار، الحل كي يزيدونا يوسعونا الحاله باش الدراري يولوا يقراوا اليس. صحيح هو نفس التوقيت الزمني مع اقرانهم في باقي المتوسطات، لكن سوء توزيع الوقت على ايام الاسبوع مع وجود فراغات هنا وهناك في البرنامج الاسبوعي حتما سيضع التلميذ في وقت ضيق، وقد يحرمه من ممارسة هوايته نهاية الأسبوع.